السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة المهندس العربي، سنوضح لكم في هذه الحلقة أنواع البرامج التي سندرسها على هذه القناة. هناك الكثير من البرامج التي تختص بهندسة البترول، وهي تزيد عن 35 برنامج، لكن هناك software programs مثلا اسس دريل، هذا برنامج يتعلق بهندسة الحفر، الإكليبس هندسة إنتاج، اللاسرتيفاي سي ام جي 2012، الميبل سيم 2018. برنامج هذا البرنامج يقوم بإنشاء نماذج لأنابيب الإنتاج ثلاثية الأبعاد. أيضا الهايسيز تابع لهندسة المكامن. هذا البرنامج يقوم بحساب الماتريال بالانس إيكويشن، يعني برنامج خاص بالمكامن، البنش سيستم، الإكرين، شلمبرجر سيمتري. هذا البرنامج يقوم بإنشاء البي دي اف ملفات، يعني عن طريق إدخال الداتا له ثم يخرجها على شكل بي دي اف خاصة بهندسة البترول أو أي تخصص. هذا البايب سيم الذي سنبدأ به إن شاء الله في يوليو القادم 2011 2014 2017. سأوضح لكم في الفيديو التالي كيفية تثبيته مع الليسنس الجديد، والكراك برنامج البايب سيم بشكل عام. برنامج البتريل برنامج خاص بالجيوفيزياء والمكامن، برنامج كبير جدا عن 2009 2015، والذي سندرسه هو الأحدث هو 2015. مو كبير. بعدين الاو اف ام، برنامج الاو اف ام، الاي بي ام، الذي الاي بي ام هذا انتجريشن انتجريتد برودكشن كراك لسن هذا البرنامج يتضمن البروسبار والجاب مع البي بي تي والإمبال. الإمبال هذا يحسب الماتريال بالانس، بي بي تي برنامج الويل تيست، الفلويد كومبوزيشن حساب الفلويد كومبوزيشن. أما البروسبار برنامج سيموليشن محاكاة تصميم، مصمم عدة سطحية، نصمم يعني جميع المكونات للبئر الإنتاجية النموذجية. أما الجاب برنامج تصميم منشآت سطحية. الويل فلو 2011، ويل تيست، ويل بيرفورمانس أناليزز، الويذر فورد، الويل فلو 2008. البترولوج برنامج تابع هندسة حفر وهندسة تسجيل، يعني يتعلق بتراكيب التحت سطحية. اي بي اس والسيرفر، برنامج انشاء الخرائط الكونتورية، برنامج كبير جدا ورائع بنفس الوقت. سنبدأ بالأهم ثم المهم. التنك موديل، التيك لوك، الإكليبس 2009، هنا الإكليبس 2010 معنا برامج أحدث منها. البايب سيم صراحة بالنسبة لهندسة الإنتاج
برنامج شامل لأكثر من البرامج السابقة. يعني البايب سيم يعني يشمل أكثر من معام 2017 الذي سندرسه إن شاء الله في يوليو القادم. هذا هو بايب سيم، هنا لإنشاء شبكة سطحية إضافة بير. سنوضحه فيما بعد إن شاء الله. بالإضافة إلى الباب سيم 2000، هذا مكرر هنا، والإكليبس 2010 فتحنا الضغط حق البرنامج هذا، حق الملف هذا هنا مفتوح. وبرنامج الآي بي اللي هو تابع للجيوفيزياء، برنامج تسجيل آبار. هنا لا يوجد صورة. البرنامج الذي برنامج تابع لتسجيل الآبار يطلع المنحنيات لجميع التسجيلات، دخل له الداتا وخرج بشكل منحنيات. الكليبس الـ OFM والهاليبرتون، هاليبرتون لاند مارك أسس الدرايف. هذا برنامج تابع لهندسة الحفر، سنشرحهم واحدا تلو الآخر إن شاء الله. هنا الـ EPS 3.5، هنا معانا 3.4. هنا البورتابول، هنا البرنامج العادي. انتظروني إن شاء الله على قناة المهندس العربي، سنشرح كل البرامج. ستبدأ الدورات إن شاء الله في يوليو القادم. سنبتدئ العملية التعليمية ببرنامج البايب سيم إن شاء الله، بايب سيم 2017، وسنوضح لماذا نستخدم هذا البرنامج، وكيف يمكن استخدامه، وما الفائدة من استخدامه. أراكم إن شاء الله في شهر يوليو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.